ايه هناء؟ الو مين؟ ايه يا بنتي الصوت اللي جنبك ده؟ صباح الخير يا ابله. يا بنت مين اللي بيزعق ده؟ ده التباع. تباع ايه؟ هو انت بتشتري الخضار من الميكروباص؟ المهم ها، لقيتي البتنجان بكام والكوسه بكام؟ ب15 يا ابله. يا لهوي، هما غليوا كده ليه؟ يا دي النيله. ايه ما جيبش يكون احسن. ما تجيبيش ايه يعني؟ هحشي للست ايه؟ هحشي لها الحاجه في خيار؟ خلاص اشتري وامر لله، ده اوردر يا بنتي مدفوع. يا ريتني غليت عليها. ماشي يا هناء، يلا هاتي الحاجه وتعالي بسرعه ما تتاخريش. حاضر يا ابله. حاضر. مع السلامه. مع السلامه يا ابله. استغفر الله العظيم يا رب، منك لله يا اكرم، انت اللي نبرت فيها، بوزك ناشف. راح حكى لامه طبعا، قعدت تنقر عليا. اقول ايه؟ عايز انت كمان ايه؟ سواق تريلا بيكلكس لي؟ ماما ما تسكت بس بقى مستر عوني. بعد كده اللي حصل معايا بقى لما انا روحت البيت بالليل، لقيت الولية قاعده هناك مستنيه. صباح الخير يا استاذ عوني. صباح. ايه ده؟ ايه اللي جاب البتاعه دي هنا؟ ايه ده؟ يخرب بيتك. ازيك يا ده شمعه؟ صباح الفل يا استاذ اكرم. احلويت يا واد وبقيت شبه الاباجوره. هات لي قهوه بقى والنبي الله يخليك. عينيا الاثنين يا استاذ اكرم. عشان انا عايز انام. عينيا. بصمت حضور يا اكرم. ايه؟ بصمت حضور. يا فندم جهاز البصمات ده جهاز غير ادمي بالمره. انا احتمال اقدم مذكره واشتكيه. يعني ايه غير ادمي يعني؟ مش فاهم. من صباع لصباع ومن بق لبق ومن ايد لايد، ممكن ينتقل الفيروس. هو المفروض احنا اللي نقرف والله، بس على العموم تعال انت اول واحد وابصم انت اول واحد. ما اضمنوش، وبعدين الجهاز ده اتعمل للموظفين الروتينيين، انا لا مؤاخذه موظف كرييتيف، انا لما بغيب بخطط، لما بتاخر بفكر، وبعدين لا مؤاخذه انا بهتم بالكيف مش بالكم. يعني ايه بالكيف ده؟ كيفي انا. يعني كيف ياتي الى العمل في منتصف اليوم؟ اه شفت؟ اه شمع الحمار فين؟ انت ما جبتش القهوه لغايه دلوقتي ليه؟ حالا يا استاذ اكرم. لغايه لما تقدم طلب بتاع حضرتك ويتبت فيه تلتزم بقواعد العمل وتيجي في ميعادك، مش طابونه هي. لا يا فندم ما اسمحلكش، دي شركه محترمه، طابونه ايه؟ وبعدين لا مؤاخذه انا اكتر واحد ملتزم. ملتزم؟ بذمتك انت ملتزم؟ انت جاي النهارده الساعه 12:30 وموعد العمل الرسمي الساعه 8. يا فندم انا سهران طول الليل في النيابه. اه والله العظيم ما نمتش. يا ساتر يا رب. ايه اللي حصل يا استاذ اكرم؟ ابدا يا شمعة، ما عارف اخويا مصطفى جم امبارح من كندا، لسه بيفتحوا باب شقتهم لقوا ناس ساكنه، الناس اللي ساكنه دي عملت لهم محضر تعدي وراحوا للنياب، باتوا هناك، استنجدوا بيا، اسيبهم؟ لا اسيبهم؟ لا. اهو شمعة قال لا يا فندم، اهو زي ما انت شايف. انت ما جبتش القهوه لغايه دلوقتي ليه؟ حاضر يا استاذ اكرم، وبعدين بتحصل بيبقى بواب العماره وسمسار المنطقه بيبقوا مدبرينها سوا. ما انا قلت كده برضو يا شمعة. تحصل عادي. اه شفت يا عوني، شمعة قال لك عادي بتحصل يعني. انت ما جبتش القهوه لغايه دلوقتي ليه؟ هجيبها يا ريس حالا. واحنا ايه ده؟ استنى، احنا هنقضيها قصص هنا يا حبايبنا وقرايبنا. في ايه؟